صالح يدعو له. لا شك أن هذه الأولاد الذين فازوا بهذه الشهادات، شهادة التعليم المتوسط وشهادة الثانوية، إن شاء الله يكونوا أولاد صالحين. الولد بخلاف الابن، كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أديبوا أولادكم، لم يقل أبناءكم لا في الآية القرآنية ولا في الحديث النبوي الشريف، وإنما قال أولادكم. لماذا؟ حتى يشمل الذكر والأنثى. لو كان قال الابن بقى بمعنى إلا الولد، ولما قال الولد أو قال أولادكم بمعنى يشمل الذكر والأنثى. ولهذا نطلب من الله تبارك وتعالى المزيد، والمزيد بماذا يكون؟ بتكاتف الجهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاتحاد الاتحاد قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. قالها قولا وفعلها فعلا، شبك بين أصبعه صلى الله عليه وسلم، شبك بين أصبعه، قال البنيان المرصوص، وضرب المثل بأصابعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. هكذا إذا كنا متحدين الأولياء مع الأمهات مع الأولاد، إن شاء الله نروح بعيد إن شاء الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.